عبالك ما نوش يضحكني ساعات كي كنت ندير في البرنامج الرئاسي نتاعي وقاعد نعرض فيه بعض الإخوة والأخوات يبعثوا لي يقولوا لي يا عماد ما تنعتلهمش أمي كوبي وعليك ويديوها ويديروها هما وكدايا وانا نرد عليهم يا الإخوة يا الأخوات مازلتوا ما فهمتوش باللي ما يقدروش. كيما صاحبي صفيان في السيكوندير كان يجبد الكاي يجبد الكتاب يكوبي يقول لك انا تريشيت من الكتاب ومن بعد يكتب درس اخر. مازلتوا ما فهمتوش 23 مليون عدد المسجلين في القوائم نتاع الانتخابات الجزائريه. من انتخب قال لك 48%. قداش العدد تاع 48%؟ هذه 5 ملايين، اقول 6 ملايين. ها 6 ملايين انتخبوا، 6 ملايين هو 48% نتاع 23 مليون. يو الكالكيلاتريس، هذيك الكالكيلاتريس اللي تحسب ما يعرفوش يحسبوا بها. على بالكم كلمني واحد يخدم في الجزيرة قال لي ما لقاوش منين يبداو باش يدافعوا عليهم، والله قال لي ما لقاوش، قال لي سا سوتو زيو. بون اللي ما فهمش، 23 مليون كون 48% هما اللي انتخبوا تساوي تقريبا 11 مليون بالزياده ماشي بالنقصان، 11 مليون. حبي يقول ال 5 ملايين وحاجه اللي هضروا عليها هي اوتوماتيكمون تقريبا 25%، بينما العدد الحقيقي اللي انتخب صح انتخب لا يتجاوز 5%. 94% الذهبون، 94% الذهبون. تعرفوا ما هو الجميل فيما يحصل؟ انك فعلا عندما يحكم المهرج سدة حكم القصر يصبح القصر عبارة عن سيرك، بما انهم وضعوا الكذبون وهو والارقام قول برك حتى حساب بالكالكيلاتريس ما قدروش يحسبوه، وماشي قال الخطأ بالفاصلة، الخطأ بالضعف. هذا وشي برهن لك، يبرهن لك باللي لابانيك مدير حالة، راهم أم بانيك جينيرال. وهذا شيء صراحة أنا شخصيا أفرح به كثير وأفرح بكل الجزائريين والجزائريات اللي داروا هذا الحراك الصامت، واللي كاينه ناس مازالت تخرج وتقول على الناس وعلى الشعب أنه أطفى وما نعرف واش وخلاص والحراك مات وحبس والناس ولا تقابل الوضع. لا 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 لا، هذا هو الجواب الحقيقي على كل إنسان وإنسانة يشكك في أنه هذا الحراك ما هوش فكرة. إرادة الشعب من إرادة الله، ولن تكون إلا إرادة الله. الشرفاء كثير في الجزائر، والشريف والشريفة كون يغلط او تتقاس الكرامه نتاعو او يتقاس الشرف نتاعو ما يغسلوه الشلالات من المياه، ما يغسلوه الشلالات من الامطار، ما تغسلوش ثلوج كندا وروسيا واوكرانيا وكل الشمال تاع الكره الارضيه ما يغسلوش. اما العاهره فبين كل زبون وزبون تقدر تغسل حتى بالزيكو، لأنها لا تعرف معنى الشرف. أربع رسائل. الرسالة الأولى إلى شرفي صاحب المارة نتاع السجدة نتاع النار، إن النار التي أعدت لك مازالت قاعدة تسخن، لكن تذكر أنه واحد وزير الداخلية وأصبح حتى وزير أول راه في السجن الآن بتهمة التزوير، بتهمة التزوير في جمع 25 مليون إمضاء مزور. تذكر هذا مليح يا شيبة النار، يا شاهد الزور، يا خبيث يا فاسق. بالنسبة لشنقريحة، رسالتي إليك أنك تقدر تحط أن كونتاروبور في البيرو نتاعك ولا حتى في المنزل نتاعك، لأنه بدا العد التنازلي ماشي لسجنيك باش نقول لك باي باي. الكارثة برك يا شنقريحة أنك أنت يا ما تلقاش اللي يجري لك في جنازتك، رغم انه اللي جراو له في جنازته اصبحوا ما يترحموش عليه، باباهم وسموه بابانا، حتى ما كانش اللي يخرج يبكي عليك. كونتارو بور. اما بالنسبه لتبون راك ما تكملش العهده. نقول لك حاجه،
لكان رحت ل 27 لكان رحت ل 2027 انايا هذا عماد شفاو على الكلام هذا ما نزيدش نخرج معاه نهضر معكم ما نزيدش نخرج نهضر على الراي العام خلاص. اما الرساله الرابعه الى فخامه الشعب الجزائري العظيم، انت افخم شعب عرفته هذه البشريه، والذكاء الجماعي اللي قاعد توصف به في هذه المده، والشتاء اللي عدى علينا من 2020 منذ خلاص منذ ما حبست الحراك منذ ما حبست المسيرات، ستعرف يوما من الايام انها احلى ايام واحسن ايام وفقنا لها رب العالمين باش نعرف الصادق من الكاذب ونعرف الخبيث والمنافق من الحقيقيين تاع الصح. وما تنساوش حاجه، يا والله سننتصر ولو بعد حين. سلام الأحرار على فخامة الشعب الجزائري.